السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن سؤال سأله أحد المتابعين على القناة. هو معاه آيفون وعاوز يعمل أسهل طريقة لأخذ سكرين شوت لشاشة الآيفون بكل سهولة. طبعا في طرق كتير، طبعا بيجي بحاجة ثابتة، لكن احنا هنخليه أسهل طريقة ممكنة، وهي إن أنا أضغط على خلفية الآيفون مرتين، يعني على ظهر الآيفون هضغط مرتين بصابع كده دبل كليك على ظهر الايفون، هيقوم ياخد سكرين شوت لشاشة الايفون بكل سهولة. طيب ده بيتم ازاي؟ بخطوات بسيطة جدا وسهلة. اول حاجة بنروح على السيتنج اللي هي علامة الترس اللي قدامنا دي الموجودة على الايفون، نروح عليها، ومن قائمة السيتنج بنفتح قائمة تانية اللي هي دي فتحناها في قائمة السيتنج الاكسبيليتي، تمام، اختار الاكسبيليتي، ومن قائمة الاكسبيليتي بختار تاتش، تمام. بعد ما اختار تاتش بيظهر لي قائمة زي ما احنا شايفين في تاتش اهي قدامنا، في تحت خالص موجود حاجة اسمها باك تاب. باك تاب بضغط عليه وبخليه اون، طبعا بيظهر لي في الباك تاب اختيارين، بختار دبل تاب اللي هو يعني زي ما تضغط ضغطتين دبل تاب، تمام. وبعد ما اختار دبل تاب بختار سكرين شوت اللي انا محتاجها، اللي هي ان انا هاخد سكرين شوت لما اضغط على ظهر الايفون مرتين دبل تاب، هيحصل ان الايفون هياخد سكرين شوت للشاشة الخاصة بتاعتك بكل سهولة. ده كان شرح سهل وبسيط وواضح لطريقة اخذ سكرين شوت للايفون باسهل طريقه ممكنه، بضبطها من الاعدادات بسهوله جدا، بحيث ان انا اقدر اخد سكرين شوت للايفون بكل سهوله. اتمنى يكون الشرح واضح وسهل. وفي اي استفسارات انا شوف تعليقات، لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، اسف بغيرك اعمله مشاركه، ومش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا. متنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعلشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.